خرجت هذا اللي عمره ما كان. يمكن شي سلعوا بسرق الزيتين من شي زيتين يتعاقب. اذا كان سلعوا يتعاقب كاين. اذا كان سلعوا الناس الدواء ديالو غادي يتعاقب. عمري تبقى دير ولكن شتانا الدود خارج الدود بقى خارج من دقيق شاد الحاله هذه شادو من المخبزات ومع شنو مع من تيلعبوا مع من مع الخبز شو ما كاع المواطنين تياكلوا الدود عيب كاع والله الا عيب 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 والله انا نقول لك عمري ما شريت ولكن شفت الحقيقه شدود خارج في الخبز في الكومير في الدقيق والريحه عاطيه اللهم انا دام الفرق الا تعجنوا تبقاو طيبوا ولكن انتم كازا الله يحسن العوا راكم طيبوا راكم كتشربوا الخبز طيب ما حنا بني ملال عندنا تخاف واشنو ما تخاف اشنو توكل بحال هذا لك الدود اش جرالي اشنو اش غادي يجرى له هذا اشنو واشنو راه تخافي على ولادك شد العيب هذا راه اللهم انا دام الفرق 1971 حنا تتقدم عنده عمره ما كان فيها الشيء هاد الناس هادو الله يعمرها تهلا من الخدام لا مال الشيء هادو راه فين ما مشيتي كاين تلاعبات فين ما مشيتي المغرب باين علاش غادي نخاف لا ما كاين والو انا نقول لك انا الصباح فطرت هنايا يوميا تنفطر هنايا تناكل هنا تنشرب هنا يوميا تناكل اليوم الصباح فاطر عمر ما طرا شي حاجه حتى شي حاجه لا وريني القديم ماشي دابا لا لا خليه قديم ديما راني عايش 1966 وانا هنا عمرك باتيسري ما بالينا يمكن شي حاجه حنا راه حبيت نديرو قبه راه خص المواطن يشوف بعينيه انا ديك كثر لا ما شاف والو لا ما خدامش انا اختي حنا كبرنا ما سرق الزيت الناس كامله كبرات ما سرق الزيت والطوب وكل شيء عمر بان لك مواطن مريض مواطن بس مريض مريض من جيبه انزال مريض من جيبه المغرب كامل مريض من جيبه بخير المغرب كامل تياكل انت تياكلي عمرك مرضتي خويا خاص المراقبه خاص علاش الناس تكون خارجه تراقب الباتيسريات وتقابل الروستر شفي اختي لا خاص المراقبه خاص اللجنه تكون من شهر شهر ولا من العام لعام تراقب هذا الشيء حيت هذا الشيء لا يعقل سمعتيني ادفع على ولادي ونخاف على راسي حيت حنايا كبرنا في الطبيعه وكبرنا في النقا سمعتيني هذا الشيء لا يعقل باش تشوفي فار ولا سرق الزيت وطالع فوق الخبز وتاكلي لا يعقل انت الا دخلتي على الكوزين تكون لقيتي سرق الزيت كتحاربي كاينه ولا لا كتبقاي مسودنا انا والله القسم كنوض في الليل وكنطفي الضو وكنوض كل مره هز الصندال ونقلب ياه ما شوفي كلشي طيبوا له بيدي سمعتيني ما ناخذش شي حاجه من الزنقه يهديهم الله يهديهم وخاصهم الناس يتوعى سمعتيني وتخدم ضميرها الضمير خاصو يتحرك شويه حيت الناس بقات تابعه الماده سمعتيني الناس ولات تابعه الماده سمعتيني ما بقاش باغا تخدم باغا على الفلوس باغا على الدخل وما تخرجش ما هات واخا نشوف نطيب له في الليل سمعتيني نطيب له في الليل ونباليه ونحطو لولدي الصباح نسخنو نحطو ليه المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في